يحيي الفلسطينيون في قطاع غزة يوم الجريح الفلسطيني الذي يصادف 13 من آذار من كل عام، وسط مطالبات بمنح جرحى الاعتداءات الإسرائيلية على غزة حقوقهم المحلية، إلى جانب المطالبة برفع قضايا ضد الاحتلال الإسرائيلي على اعتداءاته التي ما زالت مستمرة. لا تمر فعالية أو مناسبة في غزة دون أن يكون مؤمن المصور الصحفي متواجدا فيها لأداء عمله، رغم إصابته بقذيفة إسرائيلية أفقدته أطرافه السفلى عام 2008، فإكمال عمله الصحفي يعد رسالة تحدي كما يقول. أنا أصبت قبل حرب 2008 وأصبت في خلال الحرب وأصبت في مسيرات العودة، في كل مرة أعود للعمل لأن يعني لنثبت للاحتلال ونؤكد أننا مستمرون في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي وأننا نعمل لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي. توفير جرح الاعتداءات الإسرائيلية على غزة دخلا لهم لا يعد أمرا سهلا، فعلى الرغم من سن قانون في منظمة التحرير الفلسطينية يتم بموجبه صرف رواتب للجرحى، إلا أن ما يقرب من 20,000 من مصابي الحروب لم يتقاضوا تلك الرواتب. هو يحتاج إلى قرار من القيادة الفلسطينية لاعتماد جريح، على الرغم أنه مؤسسة الشهداء والجرحى تعمل بقانون منظمة التحرير الفلسطينية وتعمل على رعاية الشهداء والجرحى دون أن يكون هناك أي قرار، ولكن للأسف الحروب الأربعة سواء على صعيد الشهداء أو الجرحى ترتبط بقانون أو بأمر يحتاج إلى قرار من الرئيس. تطبيق القانون الفلسطيني الذي ينص أيضا على تشغيل 5% من ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية ما زال أيضا لم يجد طريقه للتنفيذ، هذا على المستوى المحلي. أما فيما يتعلق برفع قضايا ضد الاحتلال الإسرائيلي فإن هذه الخطوة أيضا لم تبصر النور بعد. فتح تحقيق وإحالة كل من ثبت قيامه بهذه الانتهاكات إلى القضاء الإسرائيلي، وأيضا تفعيل ولاية المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب سواء أودت بحياة الفلسطينيين أو حتى تسببت لهم بأضرار صحية بالغة. طرح قضايا الجرحى جاء بالتزامن مع يوم الجريح الفلسطيني الذي يصادف 13 من شهر آذار من كل عام، مناسبة يرى فيها جرح الاعتداءات الإسرائيلية يوما للتذكير بحقوقهم. ما يزيد من الإشكاليات التي تواجه الجرحى في غزة عدم توفر المعدات المساعدة لهم كالأطراف الصناعية والكراسي المتحركة وغيرها، والتي يسهم تواجدها في مساعدتهم على تجاوز أثر الإصابة. باسل العطار، المملكة، قطاع غزة. إذن في إحياء يوم الجريح الفلسطيني ينضم إلينا من غزة الدكتور حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة. أهلا وسهلا بك. إذن اليوم نتحدث عن إحياء هذا اليوم، ولكن بالافتراض وبالبداية لابد لنا أن نتطرق إلى واقع الجريح الفلسطيني، خاصة عندما نتحدث عن 1.5 مليون في ظل هذه الظروف التي يمر بها أهلنا في فلسطين. مساء الخير. عندما نتحدث عن واقع الجريح يجب أن نطل إطلالة حتى عن واقع الأصحاء في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة. الفقر وصل إلى 46% والبطالة 64% وانعدام الأمن الغذائي ما يقارب 78%. فكيف حال الجرحى سيكون عندما يكون الجريح وهناك آلاف الجرحى ممن يعانون في بتر في أقدامهم أو أيديهم أو عيونهم أو غير ذلك من الإعاقات التي تسببها الاحتلال بشكل متعمد من خلال الحروب والانتفاضة الأولى والانتفاضة الأقصى والحروب على قطاع غزة المتتالية ومسيرات العودة وكسر الحصار. الحال بالغ الصعوبة، بالغ المأساوية. لك أن فقط تضعي العين على مستشفى حمد للأطراف الصناعية وكيف تتعاطى إسرائيل مع إدخال الأطراف الصناعية ومستلزماتها. إسرائيل تفرض قيودا على هذا المستشفى وتفرض قيودا على كل العيادات التي تتعاطى مع الجرحى. هناك أيضا عبئا ما يتمثل في الضغط على رئيس أبو مازن من قبل المانحين الدوليين بعدم صرف رواتب ومخصصات الجرحى، كما جاء في تقريركم أكثر من 20,000 جريح
لم يتلقوا مخصصات مالية، وبذلك هم فوق جروحهم واحتياجاتهم الطبية يعانون الأمرين من خلال البطالة وفي ظل الواقع الصعب. يعني فقط بعض المنافس التي تمثلها وزارة الصحة، وهناك المستشفى الأردني الذي يقدم خدمات جليلة للجرحى الفلسطينيين. واقع صعب نستطيع أن نقول في يوم الجريح، وهي صرخة استغاثة للمجتمع الدولي وللإقليم ولكل الأطراف وكل من يهمه الأمر، بأن يكون هناك فعلا ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي وعلى كل الأطراف من أجل أن يكون هناك نظرة لهؤلاء الجرحى وتلبية لمتطلباتهم الطبية والمعيشية. نعم، اليوم عندما نتحدث عن جرحى دكتور حسام، لا نتحدث فقط عن جريح لمرة واحدة، نتحدث عن بعض الجرحى الذين قد أصيبوا أكثر من مرة، ما لديهم إصابات كما تفضلت منعتهم من مواصلة الحياة بشكل طبيعي، هناك من هم يقبعون أيضا في السجون، فهذه العملية تزيد همومهم وتزيد هذا الضغط الواقع على هذه الشريحة. فبالالتفات إليها، ماذا يعني المس بهذه الشريحة وعدم الالتفات إليها بشكل مهم جدا، التي تعتبر ضلع المقاومة في الأراضي الفلسطينية؟ يعني هذه إطلالة فقط على هذا الواقع، ولكن لو ربما لو اتجهنا باتجاه ما يجري مثلا في روسيا وأوكرانيا والحرب على أوكرانيا، تجدي كم هو العالم ظالم في التعاطي مع جماهير الأمة العربية على وجه العموم والشعب الفلسطيني على وجه الخصوص. هناك ازدواجية معايير وتمييز عنصري في التعاطي مع الجريح الفلسطيني. لو كان هذا الجريح إسرائيليا ومن أصحاب العيون الزرقاء، لربما تحرك العالم أجمع من أجل إنصافه وإحقاق الحق من أجله وعلاجه وتوفير كل مستلزماته. بل على العكس، عندما يكون هناك جريحا ويمارس ضغطا على السلطة الفلسطينية من أجل ألا تصرف رواتبهم، هذا يعطيك طبيعة هذا العالم الظالم وطبيعة ازدواجية المعايير التي يتعاطى معها العالم. مطلوب وقفة حقيقية مع الجرحى الفلسطيني، ومطلوب من الرئيس أبو مازن ألا يلتفت إلى هذه الضغوط رغم أهميتها، وإدراكنا لواقع السلطة الفلسطينية الصعب في ظل الضغوط الدولية عليها، لكن يجب أن لا يلتفت، وأن في يوم الجريح أن يصرف رواتب الجرحى وأن يحيد الجرحى من أي واقع. لأنه كما قلت أن هناك أكثر من مصاب، أيضا هناك إصابات دائمة ومستدامة، وتحدث عن ممن تم تصنيفهم من الأشخاص ذوي الإعاقة الدائمة، وهؤلاء عددهم بالآلاف، وبذلك يجب أن يكون يعني وقفة حقيقية مع هؤلاء من خلال توفير كل مستلزمات حياتهم. نعم، من جانب آخر، عندما نتحدث عن المصابين خارج السجون، هناك أيضا المصابون داخل السجون، وهذه شريحة أخرى تمر بظروف أصعب وأكبر، فلنا أن نتخيل على الأقل الظروف الصعبة التي يمرون بها، فما هو واقع الحال، ولربما الربط في معنويات المقاومة في الأراضي الفلسطينية، خاصة في من يعانون من ذلك. بلا شك ما يجري في داخل السجون الإسرائيلية هو أصعب بكثير مما يكون خارج السجون. على أقل التقدير ربما يجد الجريح في خارج السجون مستشفى وطبيب يعالجه متى شاء، ولكن في داخل السجون هناك معاناة أكبر وأصعب من خلال رفض علاج هؤلاء الجرحى. تريد إسرائيل أن ترسل للمجتمع الفلسطيني بأن يكف ويبتعد عن المقاومة من خلال نظرية كي الوعي التي نظر إليها بوغي يعلون وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، وكأنهم يريدون أن يقولوا ابتعدوا عن المقاومة، ابتعدوا عن مواجهة الاحتلال، دون أن تدفع إسرائيل الثمن لذلك، دون أن تقدم وتقر بقرارات الشرعية الدولية، دون أن تذهب إلى عملية سلام حقيقية. إسرائيل تريد كل شيء لأن العالم لم يضغط بما فيه الكفاية عليها، ويمارس قرارات وقوانين وتطبيق قرارات مجلس الأمن على دولة الاحتلال. إسرائيل فوق القانون الدولي، وأعتقد كما قلت قبل قليل أن الحرب الأوكرانية الروسية أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن البقاء للأقوى، وأننا نعيش في غابة بعيدا عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. نعم دكتور حسام، في هذا العالم الذي أشرت إليه بالمنحاز، خاصة بضربك لمثال أوكرانيا واللاجئين الأوكرانيين، أمام هذه المعادلة اليوم عندما يتم ترويج القضية الفلسطينية والحديث عنها في المجتمع الدولي، هل تشعر بأننا نحتاج المزيد والكثير في التركيز أيضا على الأمور المفصلية أو التفاصيل فيما يتعلق بالجرحى مثالا، بدلا من التركيز على القضية المحورية فقط لكسب هذا التعاطف ولربما الضغط الدولي للوصول إلى تقديم العون هؤلاء الجرحى؟ ربما أكثر مما نحتاجه في يوم الجريح هو أن نبرق رسالة إلى الداخل الفلسطيني أولا،
بضرورة الوحدة الوطنية وبضرورة الاستفادة من الدروس والعبر في الحرب الروسية الأوكرانية. وأيضا مطلوب من الأمة العربية أن تلتفت كثيرا لما يجري في أوكرانيا، لأن ربما نتائج هذه الحرب على مستوى الوعي والثقافة يجب أن يختلف. نحن بأمس الحاجة إلى مشروع نهضوي عربي، بأمس الحاجة إلى أن نحيد كل خلافاتنا العربية وأن نتفرغ من أجل بناء مشروع نهضوي حضاري لمواجهة هذا العالم الظالم الذي ربما يميز بين صاحب عين زرقاء وصاحب عين سوداء. وبذلك يجب أن يكون موقفنا باتجاه الجرحى واتجاه القضايا الفلسطينية مهم جدا، وأن لا نيأس من أجل أن نغير في الوعي الجمعي الدولي وفي المزاج العام الدولي من خلال يعني إرسال رسائل لكل الأطراف. ورسالة الجريح أهم رسالة ممكن أن تحرك مشاعر الإنسانية لهذا العالم الظالم للأسف. نعم، شكرا جزيلا لك في يوم الجريح الفلسطيني الدكتور حسام الدجني أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة، كنت معنا من غزة. واصل 500 معتقل إداري فلسطيني في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم 72 على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن الأسرى الإداريين كانوا قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. ينضم إلينا الآن من رام الله رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء المتقاعد قدري أبو بكر. سيد قدري أهلا وسهلا بك. إذن لربما نسلط الضوء بداية على أثر هذه المقاطعة لمحاكم الاحتلال من قبل الأسرى. أول مساء الخير للجميع. هذه المقاطعة جت كبديل للإضرابات الفردية اللي كان بخوضها الأسرى، الإضرابات عن الطعام واللي كانت تنهك الأسرى وتنهك كمان الخارج حتى الشارع الفلسطيني. فكان في بلورة وموقف بضرورة مقاطعة المحاكم كي لا نعطي شرعية لها، هذا الجانب. والجانب الثاني احتجاجا على هذا الوضع الاستثنائي مش موجود إلا في إسرائيل. حكم الإداري هذا حكم من الحاكم العسكري بيفرضه على أي أسير أي فلسطيني بشك شكوك أنه ممكن هذا بفكر في شيء معين. مشان هيك بفرضوا الاحكام هاي 6 شهور، لا هو صلاحيه 6 شهور لكن تمدد تلقائي، لدرجه انه بعض الاسرى في المعتقل بالتمديد لاكثر من 8 سنوات. من هذا المنطلق هم اعلنوا مقاطعه المحاكم العسكريه في بدايه هذا العام. ايضا بعد فتره صعدوا الموقف بالامتناع عن استلام الادويه وخاصه للمرضى منهم، وكذلك مقاطعه العياده. حاليا الموقف كالتالي، انه مقاطعه مع مقاطعه الادويه، مقاطعه المحاكم مع مقاطعه الادويه. هل هم ممكن يفكروا بخطوات اخرى لاحقا؟ هذا حسب منوط حسب وضعهم الداخلي. إذن هي مقاطعة شاملة على عدة مستويات. الآن عادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية خاصة فيما يتعلق بالمقاطعة، فما هو التعامل مع هذه المقاطعة المستمرة حتى الآن؟ يعني هم أسرى أولا داخل المعتقل، شو بدهم يفرضوا عليه؟ قبل فترة وجهوا لهم إنذار. نعم، لربما تمنع الزيارات، تجدد الاعتقالات الإدارية. يعني ضروري انه تمتثل المحاكم، لكن الاسر رافضين ومستمرين في هذه المقاطعه. نعم، هل تم تبليغ لربما عن اجراءات من مثل هذا النوع حتى الان، ام تلتزم السلطات الصمت والمراقبه فيما يتعلق بتصعيد هذه المقاطعه؟ حتى الان هم ملتزمين، يعني ملتزمين الاسرى في هذه الخطوه، ومسالين عن اي خطوه تجاه الاداره، واذا ما اقدمت الاداره عن خطوات ضدهم راح هم يصعدوا ياخذوا خطوات اخرى بالمقابل. نعم، سيد قدري ذكرت ان هذه المقاطعه تاتي بديلا للاضراب الذي من شانه ان ينهك هؤلاء الاسرى وتصبح لديهم مضاعفات جسديه ولربما خطوره على حياتهم. الان هذا البديل ياتي، هل تمت تجربته ما يماثله سابقا في تحركات الاسرى، ام انها تصعيد من نوع اخر يؤمل ان يكون له اثر ورد فعل من قبل سلطات الاحتلال؟ لا، هذا الخطوة راح تستمر،
قلت بديل، لأنه دائما الخطوات الجماعية تعطي مفعول أكثر على الاحتلال. وشاهدنا كيف الإضرابات يعني بالسجون السابقة عن الطعام كانت تعطي مردود واستجابة لمطالبهم، لكن الخطوات الفردية هي فرد اللي بكون فيها، وفي نهاية المطاف يعني كل ما كان ينهي إضرابه أحد الأسرى يكون بعده أسير ثاني وثالث. فهذه كان على مدار الساعة في هناك يعني تحركات، وهذه ما تنهك الشارع الفلسطيني كمان، لكن هذه الخطوة ممكن تكون أفضل. يعني إحنا دائما بنقول سجن كامل يضرب يوم عن الطعام يعني ممكن تستجيب الإدارة عن أسير يضرب 100 يوم مثلا، يعني مردودها راح يكون أكثر. نعم، إضافة إلى الضغط على سلطات الاحتلال، ما مدى قوة هذه المقاطعة في تسليط الضوء على قضية الاعتقال الإداري ونقلها أيضا كرسالة للعالم اليوم، خاصة في حيثياتها هذا الاعتقال الذي لا يعرف سببه أو التصرف به قانونيا من قبل هذه السلطات؟ يعني إحنا قبل هيك كنا في جولة في أوروبا ومصر، فطرحنا هذا المسألة، وجدنا في تعاطف كثير حول أولا الأسرى المرضى، الأطفال والمرأة، وكذلك الأحكام الإدارية. يعني المجتمع الدولي حتى يتفهم هذه الصورة، وخاصة أنه هذول الأسرى ما فيش عندهم أي تهمة ولا واحد فيهم معترف كمان. يعني هيك اعتقال كأنه اعتقال احترازي، وين هذا بصير اعتقال احترازي أنه يقعد واحد 7-8 سنوات متواصلة؟ هذه كان كثير تفهم من جانب الأوروبي، واستعدوا أنه يعملوا عليها من خلال المؤتمرات، من خلال منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، وكذلك بالاتصال مع الإسرائيلية. نتمنى السلامة لكافة الأسرى وخروجهم أيضا بأسرع وقت. شكرا جزيلا لك السيد قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين.